لا تبخلوا علينا بزر الإعجاب واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. في خطوة هامة جدا، راسلت إيرينا تسوكيرمان المحامية الأمريكية الناشطة في مجال حقوق الإنسان والأمن القومية القاضي الذي يترأس قضية إبراهيم غالي في رسالة عاجلة. وطالبت المحامية الأمريكية في ذات الرسالة من القاضي الإسباني المكلف بالقضية بضرورة أن يراعي تداعيات القضية وأن يتجاهل الضغط السياسي وينصف ضحايا المتهمين والذين يزدادون يوما بعد يوم. هذا وحاولت طائرة جزائرية يوم الثلاثاء تهريب زعيم البوليساريو عبر طائرة خاصة، لكن فشلت في ذلك بعدما لم تسمح السلطات الإسبانية بدخول الطائرة مجالها الجوي. نشكركم على حسن المتابعة.